الله عز وجل هنا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمثالكم في أي شيء؟ في خمسة أشياء، في خمسة أشياء، أنا سأقول أربعة وعليكم أن تقولوا الخامس. خالق الدواب والطير من؟ الله، وهو خالقنا، فهذه واحدة. الذي يرزق الطير والدواب هو من؟ هو الله، وهو رازقنا، فأصبحنا مثلهم أمم أمثالكم، أي أمثالكم في الخلق والرزق. والطير والدواب تموت كما نموت، والذي يميتنا ويميتهم الله، فأصبحنا في ثلاثة. والدواب والطير ونحن بنو آدم نبعث، ننشر، نحشر، وكذلك هم يحشرون، فهذه كم؟ أربعة، بقيت واحد. الاقتصاص، ما هو الاقتصاص؟ لا يترك الاقتصاص ما بين بني آدم، ولا يترك الاقتصاص ما بين الدواب بعضها من بعض. شأن الظلم عند الله عظيم، فلا يمكن أن يترك يوم القيامة أحد ظلم أحدا، وإن كان مثل عودا من أراك. فإذا كانت الشاة الجلحاء يقتص لها من الشاة القرناء ثم تكون ترابا هذه وهذه، فكيف بالاقتصاص ما بين الخلائق بعضهم من بعض؟ السعيد من يلقى الله وليس له مظلمة عند أحد. أذكر أنني دخلت مسجدا ذات يوم في المدينة، فلقيت أحد مشايخي من الشناقطة قدرا يعني في المسجد، فصلينا بجوار بعض، والله سمعته يقول في سجوده: تقبل الله منه، اللهم ما كان من ذنب بيني وبينك فاعف عنه، وما كان من ذنب بيني وبين أحد من خلقك فتحمله عني. مع أنني أكاد أقطع ولا أزكي على الله أحدا، والرجل يعني حي لا يفتن، ولا مذكر اسمه ولا يدري، لا أظنه في غالب ظني بعلمي به أنه ظلم أحدا، وإنما قالها تضرعا. ما المقصود؟ المقصود لقاء الله ليس بالشيء الهين، لكن عندما يأتي إنسان يتسلط على عرض مؤمن رجلا أو امرأة، يتبع امرأة من مكان إلى مكان، أو فتى من مكان إلى مكان، يوثق هذا، يصور هذا، يهدد بهذا، يتوعد بهذا، الله يقول: نسوا الله فنسيهم، الله يقول: أحصاه الله ونسوه. إنسان يتجرع على سفك الدماء لا يبالي، يأتيه من يلبس عليه دينه فيعمد إلى رجل أمن أو قاض أو غير ذلك من أحد المسلمين، فيقع في قلبه تكفيره، ثم يقع في قلبه قتله، ثم يعزم على قتله. فأي ضلال بعد هذا؟ رجل يجلس في مجلس فيذكر له زيد أو عمر من الناس، أو امرأة تجلس في مجلس فيذكر لها أخت لها، فتخوض في العرض ولا تبالي، وتمشي وتقول، وينقل الناس عنهم هذا الكلم ويتناقلونه، تردده الأفواه، تعتقده الأنفس، وصاحب المظلمة منه بريء. فالاقتصاص بين الخلائق يوم القيامة كائن لا محالة، بل إن عامة عذاب القبر والعلم عند الله من ظلم العباد بعضهم لبعض. نعود للآية، كنا نتكلم عن قضية أن هؤلاء المشركين غير معجز الله، وأن الله عز وجل سيحشرهم لا محالة. قال ربنا: وما أنتم بمعجزين. وقال عنهم في الإسراء: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
نعود لدراسة الآية من باب القسم. النبي عليه